انا باشا ميام في البوكس باشا مصر انا اسمي راس على البوكس انا اقوى مجال العيال القلب في ايدي يعود القلب في ايدي يعود صلوا مساكيني العب وجالكو هيسكيني اما مايكل ايوه عالمي باللي احنا سحكاسح وراكيني ينزل يا باشا ما طلعتش فوق هنطلع بقى نشوف عمر مهبب ايه فوق ولا منظف ولا مبهدل الدنيا ولا تعب الكلاب ولا الكلاب زهقانه منه فهنشوفه ايه اللي هيتم لما نطلع نشوفه فوق. ايوه طبعا كلمه يلا بينا نطلعوا بقى طبعا. يا هلا يا هلا يا هلا يا عم بيغير كمان الريحة عندك بتاعت السطح كويس اوي 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 اوي. في الفينيك ده جميل اوي 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 مركز وفي ريحة تحفة. اكمل الزيزة دي استعمل منها تحفة تحفة تحفة. في جركن الصابون ده بيرغي جميل اهو. وفيبا ده برضو ممتاز. الحاجات دي بتعمل رغاوي حلو بتنضف بيبقى فيها ريحه. طبعا الفينيك لما بتجيبه بتخففه في ازازه كده زي ما انا عامل بيدي ريحه حلوه قوي قوي تعرف ايه تنضف فيها وتلاقي عملت معاك ريحه للسطح الممتاز. اوعى اوريو كذا تبقى عندك مكنستين واحده ناعمه وواحده خشنه. خشنه لو في حاجه لازقه في الارض كده عديها حلو كده اهو تطلع لك الايه اللي في الارض السيراميك. والناعمه على اساس تعمل رغوي معاك كده اهو كده على جهه الصابون تبقى حلو زي ما انت شايف. طبعا ريكو بيطلع طبعا في الاخر. طبعا ريكو قاعد لازم عشان يطلع الاستاذ لازم كل الكلاب دي تبقى محبوسه بتبقى بره
وانتظرونا واحنا بنطلع الكلاب وبندخلهم. طبعا طلعنا الكلاب، طبعا طلعوا بقى حبيبي ريكو اللمس الممتنع. تعالى حبيبتي، تعالى. عاملة ايه العيال دي معاك يا ريكو؟ ها؟ العيال دي عاملة ايه معاك يا حبيبي؟ طبعا لقيت ريكو في كام قرضايا، وطبعا التراب اتبهدل من التراب، فطبعا رحت اعطيله حمايه، وبرده وسط الصابون حط برده فنيك، عشان الفنيك بيعمل ريحه برده حلوه قوي، وبرده بيبعد الحشرات. طبعا عمر بينظف ما بيطلعش ريكو، ما بيعملش. ممكن برضو بتنظف ويطلع عينك وبتلاقي برضو حشرات، لا قرض كده. فلازم تخلي بالك من كلابك كويس قوي، لازم تهتم بالنظافه حلو. لو في اي حاجه تجيب حاجه ترشها، طبعا زي ديزانول، زي لابومات ال 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 نسيت، لا اله الا الله، الديزانول او البيوتكس او البودره السيفين ترش بيها. اهم حاجه تحمي صاحبك وحبيبك. طبعا الكلب مش هينفض نفسه طول ما جبتش ميه عند دماغه. اول ما هتجيب ميه عند دماغه هتلاقيه ينفض نفسه تحت نفسه على طول. شوف 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 دي شوف دي. استني يا حبيبتي، يلا حبيبي. تعالى هنا ما تخشش جوه. يلا حبيبي. يلا حبيبي شاطر. يلا انت عملت ايه في الباب؟ مش كفايه الكلام؟ عم خلصوا النهارده ونخشوا البلابينو نشوفه بقى جايب له شوكولاته وجايب له حاجات، نشوف هيعمل ايه بلابينو. بقالنا برضو اسبوع ما شفناهوش، ونخشوا على بلابينو. يا بلبلة ايه يا بلبلة؟ بص جايب لك بقى حاجة حلوة، وجايب لك شوكولاتة. فين الشوكولاتة بتاعتك؟ اهي بص شوكولاتة من ليه؟ اهي جميل قوي.
يلا كول يا ريس كول. عندك تشكيله، عندك جبنه مثلثات اهي، وعندك بولو بيف اهو. خد مش حلو؟ ماشي. في شوكولاته، في شيبسي، ادي البتاعه بتاعته دي، وادي الجبنه المتقطعه دي، خدها بلبل، خدها بلبلو. حلوة يا اختي البصومات، حلوة البصومات. يلا بلبيلو عشان اقوم اشوف اللي وراي. خد فيها جبنة اهي، اهي حط هنا الجبنة اهي، الجبنة دي. بص بص كده اهو، اهو كده اهو. خد امسك بقى انت، امسك امسكها، خد امسكها يا عم، يا عم امسكها انت، بتلحق جيلاتي. امسكها، خد هات ايدك، هات ايدك، خد خد يا عم، خد هات ايدك يا بابا، استنى استنى، خد خد هات ايدك، طب خدها اهي، امسك يلا بالبنات. بلبله مش عايز ليمون، خد عريض بلبله يا دوبك نقطه من الليمون سبقه وجرى. يلا بلبله، يلا بابا، يلا عشان تخش، يلا 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 تعالى كده بابا، يلا بلبله يلا، ما توسعوا له، يلا حبيبي تعالى، يلا بلبيلو، يلا بابا خش يلا. تعالى يلا 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 خش يلا يلا. خلصنا بلبلة وهنخش على التمساح. طبعا التمساح ده بيقولوا يا دوبك تلمس الميه يجري على طول، هنشوفه كده هيعمل ايه. خلي بالك ايه، خلي بالي ايه، لو لمس الميه هيعوض، لو لمس الميه هيعوض. طب اهو اديني لمس الميه اهو، ده عمر بقى. طب اديني لمس اهو، اهو ايدي اهي يا ابني، يا ابني اهو. عايز بصمات؟ ده هو عشان يعض لازم انت تروح له يا ابني. بياكل بصمات ولا بياكلش بصمات؟ بيتعامل زي الناس برضو، عندهم كلاب شرسه زي الناس. ما هو اديني حطيت سمعه في المايه اهو، التمساح اهو شايفينه. انا مش عارف انت جايب ايه، مش عارف مش عارف مش عارف جايب ايه.
طبعا عندي اوريو معوده على كل حاجه، فهوريك اوريو هياكل برسومات. تفتح بابا اوريو، خد يا اوريو. قاعد يا حبيبي. عنده كلب. اوريو ما بالراحه يا اوريو، انت هتاكل ايديا. عايزين؟ اتفضل. طلع واحد تاني منافس اهو بياكل برسومات اهو زي اوريو. حطيته كتفي هياكله. هقول ابن اوريو ما يجي ياكلها مني. والحمد لله نظفنا وظبطنا الدنيا وشفنا الكلاب وورينا الناس ازاي مثلا تبقى تحمل كلبك، ولازم تهتم بكلابك كويس قوي وتخلي بالك منهم وتخلي بالك من مراعيك. ونهايه حلقتنا نرجو ان تكونوا استمتعتم معانا.